حياة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلها جد، لا أعرف الكسل. فمع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غالب حياة شيخ الإسلام إما في التعليم أو في الجهاد أو في السجن، أكثر مؤلفات شيخ الإسلام كانت في السجن. إذا أرادوا تعذيب شيخ الإسلام ماذا يصنع به؟ أخذوا منه أدوات الكتابة، هذا تعذيب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن لو تنظر الآن لشيخ الإسلام، وهذا من أسباب الهداية، شيخ الإسلام لم يؤلف كتابا على طريقة القص واللصق التي نعرفها هذه الأيام. يعني ممكن في 5 دقائق في هذه الأيام تؤلف مؤلفات مجلدات، صحيح؟ يقول كل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو فيها قائل لا ناقل، يكتب من حفظه ويكتب كتابة سريعة، يكتب في يوم ما يكتب الكاتب المتمرس على الكتابة في أسبوع. بماذا؟ ما هي أسباب القوة عند شيخ الإسلام؟ بحث العلماء ونظروا في ترجمة شيخ الإسلام، قالوا أمر واحد وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى.